دائما ما تتابع حضرتك مخرجات وقرارات القمم العربية، ما الذي استوقفك في كلمات القادة التي تبعناها قبل قليل، وما المنتظر من قرارات هذه المرة؟ يعني في مجموعة من العناصر المشتركة في كلمات السادة رؤساء الدول بما في ذلك السيد الرئيس عبد الفتاح. أول عنصر هو ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن العربي. تاني عنصر الإشارة والتركيز على القضية الفلسطينية وحل الدولتين. ثالث عنصر، وده لا يقل أهمية عن العنصر الأول والثاني، شد واستنكار التدخلات الإقليمية والأجنبية في الشأن العربي، ودوت مقصود به تحديدا التدخلات الإيرانية والتركية بصفة خاصة. العنصر الرابع هو التأكيد على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل والأزمات العربية سواء سوريا، اليمن، ليبيا، الوقوف إلى جانب لبنان في أزمته السياسية والاقتصادية الراهنة. خامسا الإرهاب وأهمية التصدي للجماعات الإرهابية ولخطابات إقصاء الآخر. وسادسا أعتقد أنه الإشارة إلى تداعيات الحرب الأوكرانية وتحديدا الأمن الغذائي للدول العربية، بالإضافة إلى طبعا الحديث عن أهمية إيجاد أو تفعيل التكتلات الاقتصادية العربية وانتهاز يعني تحويل أو العمل على تذليل أو خفض آثار وتداعيات الحرب الأوكرانية على الاستقرار والأمن في المجتمعات العربية. طبعاً تفضلي. قبل أن تتابع حضرة السفير، حاب أتوقف معك عند تفصيلة التدخلات الأجنبية، لأنه أتى على ذكرها بشكل عميق ومباشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأيضا ذكرت في أكثر من كلمة للقادة العرب تحديدا، وكما خصصتها التدخلات الإيرانية والتركية. هل نتوقع قرارات ملزمة ناجعة هذه المرة في القمة، قمة الجزائر؟ حضرتك، يعني هو بالنسبة للنقطة دي تحديدا، هو هناك إجماع عربي على رفض هذه التدخل. هذه التدخلات الإيرانية والتركية بتتراوح ما بين تدخلات ذات طابع سياسي، ثم وهذا هو الأخطر، تدخلات ذات طابع عسكري. والتدخلات ذات طابع عسكري نوعين. النوع الأول وما تلجأ إليه إيران تحديدا هو تسليح بعض الجماعات العربية الشيعية الموالية للنظام الإيراني بهدف زعزعة الاستقرار، استقرار المجتمعات التي تتواجد فيها تلك الجماعات أو تلك الميليشيات. النوع الآخر اللي هو استخدام القوة المسلحة للدولة، وهو دوت اللي تركيا اتبعته حضرتك في شمال سوريا ولكن وفي ليبيا مع في ضوء اتفاق الذي وقعته في نوفمبر عام 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة. ثم هي مزيج من تشكيل جماعات عربية موالية لها تحتمي بالقوة المسلحة التركية، وتعمل هذه الجماعات كميليشيات لتؤيد المهام العسكرية أو للقوات التركية، وهذا ما هو حاصل في سوريا. والأمر كذلك الطرح العربي الذي نأمل فيه، الذي نأمل في بلورته وصياغته والتمسك به، هو إيجاد حلول عربية للمشاكل والأزمات العربية. إذا استجمعت الدول العربية كل مواردها ووقفت بقوة بشتى الوسائل المتاحة لها
أمام هذه التدخلات الإيرانية والتركية، أعتقد أن احنا العالم العربي هيبقى على الطريق الصحيح. أها. طب حضرة السفير، يعني بهذه الفكرة نوقشت في أكثر من قمم عربية سابقة، فكرة التدخلات الأجنبية وتحديدا ربما الإيرانية منها، لكن عندما يقال بأنه هذه الأمور تمس بالأمن القومي العربي بروتوكوليا، ما الذي نتوقعه من قرارات ربما تكون مختلفة من قمة الجزائر؟ هذا موضوع حضرتك، موضوع التدخلات الإيرانية والتركية كما شرحته هو بيتطلب حضرتك إجماع عربي على ضرورة مواجهة هذه التدخلات، مواجهة هذه التدخلات بكافة السبل، بما في ذلك التلويح باستخدام القوى المسلحة. بمعنى آخر، عشان يعني أضرب مثال بما يدور في ذهني، يعني هناك الآن في شمال سوريا ما يعرف باسم هيئة الشام، ومعروف ان هي جزء من القاعدة، بتقوم بشن هجمات لخدمة الاهداف العسكرية التركية. فما لم يقوم العالم العربي بالتلويح انه لديه القدرة لاستخدام القوة المسلحة لمواجهة هذه العمليات، ستستمر الامور على ما هي عليه. التدخلات الإيرانية والتركية استباحة الأمن القومي العربي خلال سنوات الربيع العربي. كما تتذكرين حضرتك 2011 كان عام تحول كبير جدا عندما نتحدث حضرتك عن التدخلات العسكرية الإيرانية والتركية في شأن العربي، وتحديدا في المشرق العربي، ثم لاحقا في عام 2019 في ليبيا. وفي هذا الشأن اسمحي لي أشير أنه أول دولة عربية لوحت بأنها لديها الإرادة، وليس فقط الإرادة وإنما لديها القدرة العسكرية على وقف هذا التدخل، كانت مصر، وتمثل ذلك عندما أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في صيف عام 2020، قال ان في خطوط حمراء في الو نسمعك بوضوح حضرة السفير، تفضل. في خطوط حمراء في ليبيا، اذا تم تجاوزها سيعتبر هذا تهديدا مباشرا للامن القومي المصري، مما سيحتم على مصر ان تقوم بردع هذا التجاوز. هذه هي اللغه عندما نتحدث عن تدخلات عسكرية واستخدام قوة مسلحة، هذه هي اللغة التي تفهمها وتعمل حسابها وترضعها القوة التي انتهجت هذا السلوك في التدخل في الشأن العربي. وفعلا بناء على تحذير السيد الرئيس توقفت، كان من المقدر أن تزحف. شكرا حضرة السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية السابق، كنت متحدثا معنا من القاهرة.